وبركاته، معكم أشرف من موقع SMT للمعلومات. في حلقة اليوم سنقوم بمتابعة هذا الجهاز الـ HTC، إنه متوقف كما ترون على شعار الـ HTC عند تشغيله. انظروا كيف يصل إلى هذه الشاشة ولا يقلع بعدها. سنرى حل هذه القضية. سنقوم أولا بفك الجهاز، فك البطارية ومن ثم إرجاعها. سنقوم بالضغط على زر تخفيض الصوت، ومن ثم نقوم بعمل ضغطة صغيرة على زر الباور. نعم أخواني، ستظهر لنا هذه النافذة، إنها نافذة الفاست بوت. انظروا، هنا يوجد اسم الجهاز، سنتطرق له في حلقة قادمة إن شاء الله. إنه اسم السوفت وير لهذا الجهاز، بيرميد بي في تي شيب. نعم أخواني، وهنا نرى، كما نرى هنا الاتش بوت ومعلومات عن الراديو، أيضا هنا الريكوفري والفاكتوري ريسيت، إعادة ضبط المصنع إلى آخره. سنقوم بالضغط على زر الباور لاختيار فاست بوت. نعم أخواني، كما ظهر لنا هنا بوت لودر وريبوت بوت لودر وباور دم. انظروا أخواني إلى هذه الفاست بوت التي هي باللون الأحمر. نعم، عندما يكون بجانبها كلمة USB، إذن الجهاز متصل في USB في الكمبيوتر. سنقوم بالتنويه إلى أن هذه العملية تحتاج إلى درايفرات USB لـ HTC. إن الجهاز الذي معنا اسمه HTC XE Sensation. تابعوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم الآن إخواني الكرام. كما قلنا لكم، جهاز الـ HTC اسمه بيرميد بيفيت شيب. نقوم الآن هذا هو السوفت وير الخاص بالجهاز. سنقوم بعملية إنعاش لهذا الجهاز بعدما توقف عن العمل. سنقوم أولا بوصل الجهاز بالكمبيوتر، وستظهر لنا كما قلنا لكم وكما في الشرح فاست بوت USB. ومن ثم سنقوم بالضغط على هذه الرومة الخاصة بهذا الجهاز، ألا وهو HTC Sensation XE، وسوف نقوم بفتحها هكذا. إخواني الكرام، هكذا تكون عملية سوفت وير لهذا الجهاز، وأغلب أجهزة الـ HTC تكون على هذه الطريقة. ننتظر قليلا. يس إخواني، لم أنوه أنه يجب عليك قبل وصل الجهاز وقبل عمل هذه العملية، لن تنجح معك إلا إذا كنت منصب على جهازك درايفرات خاصة بـ HTC، سأضعها لكم في التدوينة. ننتظر قليلا. إنه بطيء نوعا ما. تقلقوا إخواني، سوف يشتغل بإذن الله.
لكن يجب عليك التأكد من أن اسم هذه الرومة نفس الاسم الذي رأيناه في وضعية الفاست بوت البوت لودر. لتجنب توقف الجهاز نهائيا عن العمل. ننتظر قليلا إخواني. نعم، كما ترون إنها واجهة الروم أبديت، إنها هنا Welcome to the room update. نقوم بالضغط على هذا الخيار ونكست، ثم نقوم هنا يقول لنا turn on your Android phone. هنا يقول لنا أن نقوم بتشغيل الهاتف ووضعه في الجهاز الكمبيوتر، لكن نحن عندما يكون الجهاز متوقف على شعار HTC ندخل إلى وضعية البوت لودر ومن ثم فاست بوت، ومن ثم نضع الجهاز، ومن ثم نصل الجهاز بالحاسوب. ويجب علينا فصل الهايبرنت من البي سي. Make sure يجب عليك التأكد من أن البطارية أكثر من 30%. نعم أخواني، لكن أنتم لم تعلمون ماذا في البطارية، لكن يجب عليكم شحن الجهاز قبل عمليات السوفتوير. نقوم بالضغط على هذه وننتظر قليلا. إذا أقول لكم مجددا، إذا لم تكن منصبا درايفرات اليو اس بي لجهاز الاتش تي سي لن تظهر لك هذه الشاشة. نقوم بعمل ابديت وننتظر. إنها جدا سهلة، لكن يجب علينا الحذر إخواني، يجب عليك الحذر عندما تقوم بهذه العملية أن لا تفصل يو اس بي نهائيا عن الجهاز خلال هذه العملية. ونحن غير مسؤولين عن أي تصرف خاطئ في هذا الموضوع. يجب عليك الحذر أخي. ننتظر قليلا. نعم. Next. أردت أن أتأكد من هنا. واحد، انظروا إخواني، إنها الإيمج فيرجن 1.24 وكذا 2 إيمج فيرجن. أوكي، نيكست. انظروا ماذا يحذرنا هنا. سينك أندرويد أبديت بروسيسز. نعم. Next. إنه يقول الخطوات التي سوف يقوم بها. كما يقول هنا waiting for bootloader، سوف يشتغل إلى وضعية البوتلودر. يقول هنا airsync user data، إنه يقوم بعمل الفلاشينج للجهاز. كما ترون إخواني، هنا يقول أنه تأخذ هذه العملية حوالي 10 دقائق. سأقوم بإيقاف التصوير ريثما يتم الإنهاء. إخواني،
إخواني أخواتي، لقد عدنا لكم من جديد. انظروا، لقد انتهى من عملية السوفتوير، إنها تحتاج إلى وقت. نعم، لكن الآن يعمل الجهاز، اشتغل الجهاز. انظروا إخواني، هذا صوته. سوف نكبس الآن على فينش وننتظر الجهاز حتى يعمل. كما ترون إخواني الكرام، الجهاز الآن قد اشتغل وبدأ بالعمل. كان معكم أشرف، شكرا لكم.